هذا بالغضيفة قال لك الراجل مزيان وكيخيط بينات الناس، إلا جاو جوج مخاصمين واحد ظالم واحد يقلع قبل ذاك الجديد ويعطي لذاك الرعواني ويصالحهم بجوج ويصيفطهم خواطر بجوج، تا واحد ما كيعاقرو اللي جا مخاصمين يصيفطهم ديما ناشطين. شاف اخبار الملك الزمان قالوا له ولا الواحد يقولوا له بن غضيفة هو اللي يفك هو اللي يوحل هو اللي كيصلح هو اللي يعطي هو اللي كيقلع. قال ما يتوني هذا بن غضيفة، شد بن غضيفة هو يديه داروا في الحبس اليوم الغد اليوم الغد اليوم الغد واحد النهار هو يقولوا ملك الزمان غادي يعمر عنده الموسم. قالوا سيدي ملك الزمان غادي يعمر عنده الموسم، واحد العدوزة مرة كبيرة ما كبير لله وهي تفكر بن غضيفة، قالت بن غضيفة كان أكبر بواردي على وجه الأرض وخيالي بالمعقول، غادي ندير لواحد الحيلة نسلكو نسلكو الله. مشات زارت بن غضيفة في الحبس، قالت له بن غضيفة كي باقي صحيح باقي فيك ذاك الجهد ديال تبوارديت باقي، قال لك كي كنت كي باقي. قالت له الموسم راه غادي يعمر على الدار ملك الزمان وراه غادي ندير لك الحيلة نسلكك إلا سلكك الله. قال لها سيري تقضي الغرض. مشات العدوزة كتبكي في دار ملك الزمان، كتبكي قدام دار ملك الزمان، مالك أم العدوزة؟ قالت لهم ودي انا مراه تاجراك يا متجرق، عندي البقر عندي الجمال عندي كذا، واليوم امرت ملك الزمان مرضعها جامع الطفوله امها كانت صاحبتي وجيت اليوم بغيت عباش نشوفها لله، انا مخاصني منها حتى حاجه، جات البلغه اللي دات عطالبها ما عندهاش البلغه ما عندها. مشات قالوا لا لا نشاوروا عليك، دخلوا عند هذيك مرت ملك الزمان قالوا لها مول العدوز راه جات باغات باش تشوفك. قالت لهم سيدي دخلوها، دخلت عند هذيك بنيتي امك كانت صاحباتي انا مرضعاك انا كذا واليوم انا رانا متر. قالت لامي علاش اش تبغي الفضه الذهب؟ قالت لها كافيه يا متجره ما خاصني حتى حاجه، انا بغيت امي نجيب لك نجيب لك، اليوم جابتني عندك على حاجه. ما هي امي؟ قالت لها ودي في راسي الموسم غادي يعمر عند راجلك عند ملك الزمان، وانت لما تفكرتي لما تبرجتيش في اكبر بواردي على وجه الارض ماتي مرت ملك الزمان موالو، فين هالبواردي كاين؟ قالت لك يقولوا له بن غضيفة شادوا راجلك الحبس. قالت له لا سيري انا معاه داك بن غضيفة غادي نتفرج فيه، سيري الله عاون عاون. العدوزة مشات بحالتها، ملك الزمان جا في العشية صاب المراق محيدة التاج من فوق راسها وخاطره خاسر ما موالفاش لقاها بحال ديك الملقى اللي موالفة لقاها ما لقاتوش بيها. قال لها يا مرا شنو غير حالك وحيد التاج من فوق راسك اللي في السماء نهودوها ولا في الارض نطلعوها. قالت له غير حالي جات حلمو العدوز مرضعاني في جنب الطفولة كانت صديقة ديال الوالدة وقالت لي لما تفرجتيش في حلب واردي كيقولوا له بن غضيفة شادوا راجلك في الحبس ماتي مرت ملك الزمان موالو. قال لا 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 هذاك هو اللي دارنا وهو اللي فعلنا كنديروا له يهربنا ولا كذا. قالت له اسيدي نبني واحد الصور مالي الخاص تنتفرجوا في هذا بن غضيفة وردي للحبس. قال له عالية امروا المعلم يجي على الصور يتبنى. شاو لهذاك بن غضيفة قالوا له بن غضيفة غادي تعم معنا في الموسم. قال لهم اسيدي نلعب وانا الكلب واحد الشرط. قالوا له ما هو الشرط ديالك؟ قال لهم خاصني عود ديالي. قال له ودي انا مالك الزمان والروا ديالي عريض طويل العود اللي بغيتيه ركب عليه والراعيه كاع على حسابي الملك ديالي الراعيه العود اللي بغيتيه ديال الراعيه ركب عليه. قال له لا خاصني عود ديالي. قالوا المول قال لهم اسيدي صيفطوا لولدي غادي نعطيه باش يجيب لي عود ديالي الخاص بيا. صيفط لولده جا عند ولده قال ولدو سير عند امك تعطيك العبارة في الطاقة ودوره للسواق والعود اللي جا قدو العبار وقال لي تشري وين العود. قال له يكونوا في ثلاثة الأوصاف الوصل اللي قول قال له يكون ظهره ما يرد في شي يكون ظهره ما يرد في شي ظهره ما يرد في شي يكون ماشي العود تداير عليه سناحك وصايط نص متر واللور يكون العود ظهره ما يرد في شي على قد السلاح ظهره ما يرد في شي زيد والوصل الثاني يكون الحافر ديالو مكمش على شي الحافر ديالو مكمش على شي الحافر على العقدة بحال ما هكايا داير زيد والوصل الثالث قال له عينيه يكونوا اذنيه مقلشات وعينيه شافوا غاشيشي العود يكون على راسو في السما ماشي العود دايز عليه التران وداير راسو في الستيلجا يشوف العود كيكو عيبوه. شا ولدو دا ذاك العبار كيدور في السواق من هاد السوق لهاد السوق ذاك العبار ما جات قد عود الوصل اللي عطاه ابوه ما لقاش اليوم من هاد السوق لهاد السوق هذاك النهار هو يلقى واحد اليهودي كاع اليهودي راكب على حل دهم داير عليه واحد الشوارع عطاري شاف الاوصاف اللي عطيه بوه العود صابوه في العود صاب ظهره ما يرد في شي والحفر ديالو مكمش على شي وذني مقلشات عيني شافوا غاشي شي. قال لي ودي تبيع لي العود قالوا نبيعوا لك باعوا له مشى عند بوه قالوا العود شريتو قالوا العود غادي ديه وتدخليه تهلا فيه والصباح نوض بكري مرغيه ورديه وعقميه ورديه للماكله
ومع الايام يوم على يوم راقص العود كيفاش كيدير صار طول مع العود مع الايام كواك طول ولا كيبدا جاي بشويه كيصير العود كيوقف على التالي صاب العود ولا عشخر قالوا بويا العود هالي ولا فيه هالي ولا فيه قالوا علم ملك الزمان بالموسم علموا ملك الزمان بالموسم ركبوا قالوا بسم الله والصلاة عليك يا رسول الله شد النوبة ديالو مع المقدمين حال ما كيديروا السير المقدم صالح وهذو المقدم ديال البلاد سار شد النوبة ديالو لحقتو النوبة ديالو السيد جاي هوهم السيد باردي كيفاش كيدير العود وكيفاش كيدير اللعبة الوقت اللي قرص وشد العود العود النوارة ديال الجبهة ديالو بانت من الحائط من الصور بانت قالوا له يا مالك الزمان بن قضيفه غادي يمشي لحالو قال له مالو قال له العود النواره ديالو بانت من الصور شي كيقول الصور عالي عليه شي يقول ما ينقاش شي كيقول قال خليه يعود رجع شد النوبه ديالو لعبته النوبه ديالو جاب القرصه الثانيه بان ديروا الحزام صبروا العود بان ديروا الحزام وركبي العود بانو من الصور قالوا له بن قضيفه غادي يمشي لحالو قال لهم غادي نزيدوا على الثالثه ونحبسوا عليه قال هو الولد وليدي خوي بلاد وعمر بلاد انا رانا غادي نجي ولدو زاد بحالو هو شد نوبته مع المقدمين لحقتو النوبه الثالثه زف على الدهم وهو يدوز كالسحامه من الصور ليه قال تبعوه تبعتو صربه ديال البراقه قال ايه قال البرقي عراق ولا غراق البرقي يعرقني ولا ما عرقنيش يشدني يعرقني اه ماشي يعرقني ولا يغرقني يشدني ولا ما شدنيش يعرقني قال البرقي الروملو البلاد ديال الشوك البرقي ما كيصبرش الشوك عايضربو الشوك للركابي وهذه الجلد ديالو رطب كيوقف هما تابعينو بالبراقه تابع صربه ديال البراقه تبعتو صربه ديال الزرق قال ايه الزرق جاري وباري يشدني واني الزرق الروملو بلاد الحرش الزرق ما كيصبرش الحرش عاي يدوز الحرش كتحفى له الصفيحه ما تلاش يجري كيوقف زين ويا تبع واحد الصربه ذوك الشخمين وذوك الدبسين وذوك الرماديين قالوا هذيك عماركه بغاليه هذيك البغاليه قال له ما نديهاش ويا وانت غادي هربان ويا كتبعوا عوده تبعتوا عوده دهمه والعوده كتجري مسافيه اتلفت يا صاد الدهمه جايه راسها على الارض قال لي ايه ما كيفوك بين الدهم والدهم عظلام واني هذه عوده العوده تجري تشدني كتنفس من اللور ومن القدام تشدني قال العوده غادي نروم لبلاد الجفاري ما تنقش العوده الجفاري وقال لي مثلا ذوك الوجدان ذوك الجراف نقصت الجرف اللقون نقصت الثاني طاحت العوده تقرضت سماك النجات ومن غضيفه زاد بحالات والمقدم المخترق وعوداك عاد الشرفه ولاد السيبوريه والله يعود قال الملك كلام رحمه الله الداعي بالمنعه عندك لا تحصل عندك لا تحصل حتى بلاد ما خلات من الخيل والرجالة العودة والمرأة ولدت في كل وطا وجبل لا تحمق عقلك لا تأتيك جهالة لا العاطي ميمن ولا يبخل سبحانه مولانا تعالى رجال قادرة تطير بالجناح وعاشت في الدل وبالصبر بزاد مرب الكريم قبالق واللي ما صبر ما قايستو يتفضل خديم الرجال سيدها قال صاحبه الرسالة والراكب الأسود وما ينزل واللي نورت في الظلم طفص مذبالق عهدة من غير عهدة ربي تحل وطريق من غير طريق ربي بالطالق الراكب الأسود وما ينزل واللي يركب على عود دم بالدخان كحل يشد الجام بيديك الجلالة واللي يكسب فرصة زرقة تلقاه الفحل إلى صيحة نود البخالة اللي يعشق البنت اللي تخطف العقل لا طلت من القبلات سيداتي محتالة الصلاة والسلام مع الهل سيدي محمد يا زين الحالة يشفع في النساء والرجالة زيد والوصل الثاني يكون الحافر ديالو مكمش على شيء حافر على العقدة بحال ما هكايا داير زيد والوصل الثالث قال له عينيه يكونوا وذنيه مقلشات وعينيه شافوا غاشيشي العود يكون على راسه في السماء ماشي العود دايز عليه التران وقادر راسه في الستيلجا يشوف العود كيكو عيبوه شا ولدو دا ذاك العبار كيدوره السواق من هاد السوق لهاد السوق ذاك العبار ما جات قد عود الوصل اللي عطاه ابوه ما لقاش اليوم من هاد السوق لهاد السوق هذاك النهار هو يلقى واحد اليهودي لقى اليهودي راكب على حل دم دير عليه واحد الشواري عطاري شاف الاوصاف اللي عطيه بوه العود صابوه في العود
صاب ظهره ما يرد في شي، والحافر ديالو مكملش على شي، وذني مقلشات عيني شافو غاشي شد. قال لي ودي تبيع لي العود؟ قالوا نبيعو لك. باعوا له، جا عند بو قالوا العود سليتو، قالوا العود غادي يديه.